ورجعنا لكم من جديد، واهلا وسهلا بيكم مره تانيه مع برنامج الطبيب اللي معاه اطباء مختلفه وعندهم خبره كافيه، وبنحب نعرف منهم كل ما هو جديد. يعني ما بنحبش نتكلم في الحاجات التقليديه عشان خلاص كلنا بقينا بنعمل سيرش على النت، كلنا بنعرف، كلنا بنسال بعض بمعنى اصح، كلنا عارفين معلومات عن كل حاجه احنا عايزين نعملها او رايحين نعملها. النهارده هنتكلم عن التركيبات الثابته للاسنان. طبعا انا برضو مش هاجي اتكلم عن التركيبات الثابته العاديه، لا، انا هنشوف النهارده ايه الجديد في التركيبات الثابته. مراكز دونتو لاشين يعني عامله لنا الفتره اللي فاتت يعني هوس مع الناس. اولا عامله عروض حلوه قوي للتركيبات الثابته، وعامله عروض حلوه قوي يعني التركيبات التجميليه كمان، الهوليوود سمايل. النهارده بقى هنعرف ايه الماتيريال اللي بيستخدموها، او ايه الحاجات اللي ممكن انا اعملها ما ارجعش فيها تاني. يعني مش لازم اعمل حاجه وافضل بقى طول الوقت تعباني، انا عايزه اعمل تركيبه تريحني، يعني انساها بقى خلاص، ارتاح نفسيا، اعرف اكل بصوره صحيحه، اعرف ابتسم، ما يبانش ان في فرق في ما بين اسناني، ماتيريال هتخدمني طول العمر لغايه ما يعني ما نزهق منها ذات نفسي. خلينا النهارده نعرف ايه الجديد في التركيبات الثابته. خليني ارحب النهارده بضيفه فقرتنا، دكتوره ريهام لاشين، زماله التجميل والتركيبات الثابته بجامعه جنوا بايطاليا، زماله الليزر بجامعه جنوا بايطاليا، عضو بالجمعيه الامريكيه لزراعه الأسنان، عضو جمعية الدي اس دي العالمية لتصميم الابتسامة، ومؤسسة مراكز دونتو لاشين. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا مالي، منورانا. نورك. إيه رأيك قبل ما أبدأ أسألك في أي حاجة نخش على العروض، وخليني أقول ألف ألف مبروك لكل اللي بيشاهدونا من أسيوط، صح كده؟ أنت رحت لهم مخصوص من كتر ما الناس بتطلبك، أنت بعيدة وعايزينك تجي لنا هناك. إحنا خدنا مكان يعني نتوسطن فيه في الصعيد يعني شوية. يعني اللي هو أي حد في الصعيد يقدر يوصل للعيادة عند حضرتك. بالظبط. الجديد بقى في العروض اللي انت عاملاها، قلت لي ميري انا من كتر الناس الفتره اللي فاتت وكل الناس بتقول لازم تساعدونا واحنا عدينا فتره الكورونا ويعني حاجات كتيره قوي، اللي هو قلت لي خلاص انا يعني تعهدت ان انا اقف جنب الناس دي. ايه العروض اللي في دونتو لاشين؟ والله احنا عاملين عروض لطيفه جدا على الحاجات اللي ليها علاقه بالتركيبات الثابته. وفي العرض ده يعني وصل لحد 50% خصم. اوكي. وفي على 50% 50% مش كل الحاجات، بس في حاجات تصل لحد 50%. حلو قوي. وزراعه الاسنان برضو فيها خصم حوالي 35%، ولكن ده برضو احنا لينا ستوك معين بنشتغل فيه. فده طبعا احنا عاملينه فقط لحالات محدده، يعني عدد حالات محدده، وبرضو هيكون لحد اخر الشهر معانا. يعني بصراحه انت عندك ماتيريال وكميه، فاكيد طبعا الشركات كلها هي الشركات بره مصر اكشلي، لان ما فيش عندها طبعا استوكات طبعا الفتره اللي فاتت. فطبعا هم اوريدي العروض دي بتجي لنا من الشركات، مش بتكون من العياده نفسها. فيعني حبينا ان احنا يعني احنا بنحييكي على المبادره الحلوه دي بصراحه منك، يعني خصومات. حتى قلتي لي برضو عن التجميل، ما هو التجميل والتركيبات الثابته هي ده زي ما كله. بالظبط. اوكي، يعني انا لو جيت لك تجميل بس هعمل. اوكي، ايوه بقى ماشي. طيب نخش بقى على الجد. الاول انا عايزه اخلي الناس تفصل ما بين التركيبات وما بين الزراعه، لان في يعني الناس واخده الكلمتين واحد بمعنى اصح. ايه الفرق ما بين التركيبات والزراعه؟ بصي، التركيبات الثابته هي احنا بنستخدمها كبديل في بعض الحالات اللي بترفض انها تعمل زراعه، او ان يعني هي مش حابه انها تعمل زراعه، ولو ان احنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان الزراعه دلوقتي بقت حاجه سهله جدا ولطيفه. أوكي. جدا ان احنا نعملها. لكن بعض الكيسز او بعض الحالات هو اوريدي بيبقى جايب التركيبه ومقتنع انه عايز يعمل تركيبه ثابته ثانيه. فالحاله دي بنعمل تركيبات ثابته بسبب ان هو خالع سن قبل كده فبنعمل كوبري، او بسبب ان هو عنده سن عمله حشو عصب ومحتاج ان هو يتحط عليه كراون او تركيبه عشان تحافظ على السن. كتير جدا من الناس بيعمل حشو عصب ويكبر دماغه ويعمل كراون، ويجي لي بعد سنه او ممكن بعد شهر على حسب بقى قوه السن عنده مكسور ومحتاج يتعمل خلاص، ما ينفعش انه يتعالج، محتاج ان هو يتخلع.
فدي برضو من ضمن الناس اللي بنعمل لها تركيبات ثابته او كراون. يعني انا لو هوضح الفكره بتاعت حضرتك اللي انا معنى كده ان انا لما اجي اعمل حشو عصب لازم اعمل تركيبه فوقيها، لان خلاص الضرس او السنه ضعيفه. ضعيفه ليه؟ فلازم كراون فوقيها. بالظبط، لان هي كانت بتاخد التغذيه بتاعتها عن طريق العصب اللي كان موجود جوه الضرس ده. اوكي. لما احنا شلنا العصب ما عادش في اي حاجه بتغذيها. صح. فبقى لازم نحط لها حاجه قوي من السن ده اثناء المضغ عشان خاطر ما يتكسرش. كمان في ناس بنعمل لها تركيبات ثابته بسبب ان الجدر عندهم اتكسر لاي سبب ما، في تسوس جامد وحصل مشكله، فالتسوس ده بقى كبير ما ينفعش بحشوه. اوكي. فلازم نحط فيه حاجه من التركيبات الثابته. واللي انا جايه اقوله النهارده، انا مش جايه اتكلم في كراون عادي او تركيبه عاديه. أيوة بقى. اللي هو أنا عايزة الطربوش العادي جدا اللي احنا بنحطه، ولا جايه اتكلم حتى في انواع الخامات ايه، لان اعتقد دي حاجات اتعرفت بالنسبه للناس، عارفه ان انواع التركيبات هي بورسلين وزيركونيا واي ماكس. انا النهارده بقى عندنا معامل خاصه بمراكز دانتولاشين متخصصه فقط في جهاز الكات كام. جهاز الكات كام هو خلاص يعني حاجه كده جديده لغت قصه البورسلين من الحياه. انت قلتي لي ان انت الجهاز ده جبتي منه كمان في فرع اسيوط، وما فيش على مستوى الصعيد كله، ما فيش غير عند حضرتك الجهاز. بالزبط. ده هو جهاز الكات كام عموما يعني حاجات قليله جدا، عدده قليل جدا على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لكن موجود في القاهره، موجود في اسكندريه، للاسف صعيد يعني من اول بني سويف لحد هنا مفيش الجهاز ده. خلاص بقى في معاكي طبعا، دي معايا موجود بقى في دلوقتي عند الدكتور ريان في فرع اسيوط متواجد، وحاجه حديثه جدا كمان. طيب نتعرف بقى على الجهاز بقى. الجهاز ده هو عباره عن بيعمل ديزاين او بيعمل تصميم للتركيبات الثابته. اوكي. طبعا من خامات مختلفه عن البارسلين، يعني البارسلين ما عدناش بنستخدمه دلوقتي، احنا بقينا بنستخدم الزيركونيا والايماكس. الجهاز ده بيبقى فيه كاميرا اللي انت شايفاها على حاجه زي الكمبيوتر، بس هو مش كمبيوتر، هو جهاز. أوكي. مختص بحاجات ليها ديزاين. بناخد مقاسات بالكاميرا، ما بناخدش بعجينه زي زمان. الله، ده انت هتريحي ناس كتير جدا، ده انا مكنتش بطيقها. فطبعا بناخد مقاسات بالكاميرا. اوكي. والمقاسات اللي بالكاميرا بنبدا نعمل بيها تصميم زي ما احنا شايفين كده، نقدر نتحكم بقى ونشوف كل الزوايا وكل الابعاد بتاعت التركيبه. مش لما باجي اعمل عجينه واديها معمل، انا ما ببقاش التكنيشن او الفني ما بيكونش شايف كل حاجه بالظبط. صح. وقادر ان هو يفحصها بشكل مظبوط، وساعات بتبقى مش مظبوطه، يعني طبعاً لما اعمل طبعاً بالعجينه ترجع لي طبعاً احس ان هي اكبر او اصغر. بالظبط. صح فعلا. رقم واحد، الكات كام مكننا ان احنا نعمل حاجه دقيقه جدا. رقم اتنين، ريح المريض ان هو ما ياخدش مقاسات بالعجينه طبعا، ويتش دي كانت بتعمل مشاكل كتيره جدا في دقه التركيبات الثابته. رقم ثلاثه، ان احنا لما بنعمل التركيبه دي بتتخرط على جهاز بدون ما اي حد يلمسها، فما فيش فني بقى ماسكها، ومفيش انفكشن ممكن يجي لي بقي عشان العدوى. وطبعا الناس طبعا قلقانه الفتره دي بسبب الكورونا، فطبعا عايز يروح لمكان أمان. يعني أمان. يعني اولا واثق في الانفكشن كنترول اللي عامله طبعا. فطبعا احنا لما نوصل ان احنا نبقى بنستخدم تقنيه زي دي، يبقى خلاص احنا ما عادش ينفع ان احنا نتكلم نظافه المركز عامله ازاي او التعقيم عامل ازاي، ان دي كل دي حاجات يعني بسيطه. يعني كل جهاز الكات كام ده موجود عند حضرتك مراكز دانتولاجين في القاهره وفي اسيوط، يعني على مستوى الصعيد. بالزبط. عشان ما فيش غيره في اسيوط. خلينا نخرج لتقرير ونرجع لكم بسرعه. جهاز الكات كام بيعمل اناليسيس او تحليل لكل الكلام ده، بحيث ان احنا نقدر نطلع تركيبه مظبوطه جدا. جهاز الكات كام زي ما انتم شايفين ورايا بيتكون من اكتر من جهاز. الجهاز الاول اللي هو الديزاين، اللي احنا بنقدر ان احنا نجيب الديزاين دوت من خلال كاميرا ديجيتال، ناخد بيها مقاسات للمريض، نبتدي ان احنا نطلع المقاسات دي هنا، نبتدي ان احنا نعمل تصميم للتركيبات زي ما احنا حابين بالشكل اللي احنا حابينه. بعد ما بنخلص مرحله التركيبات، نبتدي ان احنا نختار نوع الخامه اللي احنا عايزينها. هل دي محتاجينها انها تكون زيركونيوم؟ هل محتاجين انها تكون ايماكس؟ هل محتاجين انها تكون يعني اي ماتيريال من الماتيريال المختلفه اللي موجوده عندنا في الماركت؟ نبدا ان احنا نعمل انسرت او نحط ايه الماتيريال جوه الجهاز ده اللي بيتم خرط فيه التركيبه في الحاله الصلبه. يعني احنا لما بنروح لدكتور عادي او في عياده عاديه ما عندهاش تقنيه الكات كام، بناخد مقاسات عاديه وبعد كده نوديها المعمل. المعمل يبدا يصب القسطات دي ويبدا ان هو يشتغل فيها يدوي بايده، ان هو يبنيها
بماده عباره عن بودره وميه، بنعملها ميكس مع بعض وبيبدا ان هو يبني السنه دي على ايده. وانا بتفرج على التقرير بصراحه عجبني جدا الـ 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 التقنيه الحديثه اللي وصلت، ان الدكتور بتقول لي ده في 10 دقائق. انا اتخضيت والله. طب صدقيني اتخضيت بجد. يعني انا اجي لك دلوقتي تاخدي المقاسات وتدخلي المعمل تجهزي لي التركيبة اولا، احنا عندنا جهاز جوه السنتر ده، وجوه السنتر ده بنقدر ان احنا بعض الحالات نعملها تركيبه في 10 دقائق. ده رقم واحد. رقم اتنين، التقرير اللي احنا حطيناه ده معمل كبير، كات كام اكبر بقى من الـ من الـ من الـ من الاجهزه اللي موجوده في العيادات، خاص بالمراكز بتاعتنا، عشان لما نيجي نعمل زراعه وعندنا فك كبير 32 سنه، دي بتبقى محتاجه مجهود ومحتاجه وقت طبعا. مش هينفع ان احنا نحطها ونطلعها او فده بيتعمل مثلا بياخد حوالي ساعتين او 3 ساعات وبتخلص. بس مهما خلصت ومهما كنت عامله الفك كل دكتور، كونك ان انت توفري لي وقت، اللي انا انت عارفه الواحد كان بيشيل هم الوقت ان هو هروح، لا وكنا بنروح 10 ايام جايه 10 ايام شهر كمان عشان خاطر يروح ويجي ويبقى في مشكله يا لا. وطبعا الناس دلوقتي ما بتبقاش حابه ان هي تروح جلسات كتير لطبيب الاسنان. طبعا النقطه الثالثه اللي الكات كام بيوفرها لنا، ان احنا ما بقيناش بنبرد السن زي زمان. هنبص على السن ده كده يا ميري، السن ده كان تحت مكسور. أوكي. تمام. عملنا عصب، المفروض هنا المفروض يدخلها مع حد تاني، هقول لك اخلعيه او هنعمل بقى دعامه وحشو داخلي ونبرد السن وكلام من ده، حوار بقى حوار. ده اتعمل تركيبه جزئيه، وده ما بيتعملش الا من خلال تقنيات حديثه زي الكات كام او من مواد حديثه زي الاي ماكس يعني او ما شابه ذلك. يعني مش محتاجه حوار عشان اعمله انا تركيبه جزئيه، ممكن اعمل حشو عصب واعمل التركيبه في نفس اليوم وانا قاعده، التحضير بتاعها والمقاسات بتاعتها وانا قاعده. تاتش وود يا دكتور بصراحه. فهنشوف. وبصي كمان ماتشنج وجميل وملناش علاقه باللسع ولا بقى تركيبه كامله، مفيش، انا مش حاسه باي حاجه خالص يعني بصراحة. هو الدرس اللي ورا عشان في سنه كده قدام دي مش تبعنا، لا هو الدرس اللي ورا. لا انا شايفه اللي ورا ما هو واضح يا دكتور. وبعدين في فرق بقى التركيبه بقى ما مكان كان فاضي خالص، ما بقتش لازقه في اللسع وعملت لي التهابات في اللسع وعملت لي بكتيريا وعملت لي ريحه مش حلوه، ما عادش فيه خالص حاجه لمسه لسه. كمان عارفه في حاجه اتكملت. حلوه ان الشكل طبيعي، انت مش عامله حاجه متبروزه قوي بالزبط. ان يبان ان الضرس ده غير يعني في حاجه معمول فيه، فاهمه؟ بالظبط. انت لعباها دي بطريقه كمان حاجه شيك من التركيبات الثابته، بس دي طبعا عامله كل السنين يعني، دي هوليد سمايل. حلو جدا. نشوف اللي بعدها عشان عايزه اجي اعمل انا الهوليود سمايل. يلا بينا. وهوريهم قبل وبعد. ماشي يلا بينا نعمل لايف. لا حلو جدا، النتيجه هايله بجد. انا عايزه اركز على التركيبات وجمال. بصي بقى دي طبعا الضرس ده مخلوع يا ماري، والمريض مش عايز يبرد سنانه. اوكي. عملنا حاجه من التركيبه الثابته، ركبنا بيها على السن ده والسن ده بحاجه سانده زي حشوه من التركيبات الثابته الجزئيه الجديده، عشان نقدر ان احنا نعمل حاجه بالتقنيه دي باقل ما يمكن، ان احنا ما نبردش السنان ونبوظها برضه بالجهاز. بالجهاز الكات كام صح كده. ده انت كمان بتحمي يعني، يعني انت عارفه عامله زي الكفر كمان على الضروس الثانيه اللي جنبه بالظبط. بس بدل ما كنت تبرودي السن من هنا ومن هنا عشان نعمل كوبي عشان السنه دي مخلوعه، اصبح ان احنا بنعملها التو وينجز دول اكنها حشوه في الضرسين. يعني مش محتاجه اعمل ثلاثه كراون، انا محتاجه بس واحده وليها تو وينجز بس يعني ساندين على السنتين اللي بعد كده. طيب معانا صوره كانت موجوده اللي فاتت، دي برضو كانت هوليد سمايل، ودي برضو بتوضح ايه الفرق ما بين الفينير واللومينير، لان طبعا عندنا هنا في تجاعيد في السنان اكتر من الثانيه. اوكي. وده هنشرحه كويس جدا في الحلقه اللي احنا هنعملها ان شاء الله مع بعض في التجميل. في التجميل هنشرح بقى كل الكلام ده عشان ناس كتير قوي متلخبطه في القصه. طب بصي الجمال ده كله اللي احنا عمالين نشوفه، انا عايزه اكرر العرض. لان طبعا اللي هيشوف الكلام ده كله يعني انا هختصر، مش هبرد طبعا ومش هاجي جنب دروسي ولا اسناني 10 دقائق وامشي، او في يوم اروح اعمل الكلام ده وارجع. عامله عروض تصل ل 50% على ايه؟ الزراعة سوري التركيبات الثابته او التجميل اللي هي الهوليد سمايل بمعنى اصح، وكمان عاملين 35% للزراعه و35%
ولكن قلنا ده لعدد محدود من الحالات خلال الشهر ده، على حسب بقى ما يعني بالنسبه لنا اللي عايز بقى يستغل الكات كام هيجري بسرعه على فروع القاهره واسيوط. انا بشكرك جدا يا دكتور ونورتينا، ودايما ناخد منك كل ما هو جديد. بنشكر دكتوره ريهام لاشين زماله التجميل والتركيبات الثابته بجامعه جنوا ايطاليا، زماله الليزر بجامعه جنوا ايطاليا، عضو بالجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان، وعضو جمعيه الدي اس دي العالميه لتصميم الابتسامه. وانا كمان بشكركم، بس اوعوا تروحوا في اي حته، رجع لكم مرة تانية.